قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف قال: وأما الرافضة الإمامية، يعني الروافض، فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري. هذا على القول بوجوده، ولذا شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول: إن هذا الرجل غير موجود، شخصية وهمية اختلقتها وافترضتها الرافضة، وإلا فإنه لا يوجد شخص بهذا الاسم، نص على ذلك كما في منهاج السنة رحمه الله. قال: والحديث لابن القيم قال في وصف هذا المهدي الذي هو عند الرافضة، قال: هو المهدي المنتظر من ولد الحسين لا من ولد الحسن. هم يقولون هو من ولد الحسين ليس من ولد الحسن، ويخالفون بذلك ما جاء من آثار. قال رحمه الله عنهم: الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا منذ 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر أو أثر. قال: وهم ينتظرونه كل يوم، ويقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج مولانا، أخرج مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والخسران، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنفقاء والغيلان. ثم قال: والقول لابن القيم رحمه الله قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. قال ابن كثير رحمه الله كما في النهاية قال: يخرج من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة، يزعمون أنه موجود الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان. قال: فإن هذا نوع من الهذيان، وقسط كبير من الخذلان، وشديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة ولا معقول صحيح ولا من استحسان. انتهى كلامه رحمه الله.